أكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية أن علاقات التعاون بين مملكة البحرين وجمهورية شيشان الصديقة تشهد تطورا مستمرا بما يفتح مجالات جديدة للتعاون الذي يخدم المصالح المشتركة. جاء ذلك خلال تقدم سموه مودعي فخامة الرئيس رمضان أحمد قادروف رئيس جمهورية شيشان الصديقة والوفد المرافق لدى مغادرته البلاد بعد الزيارة التي التقى خلالها بحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، كما حضر حفل افتتاح معرض ومؤتمر البحرين للدفاع بايدك 2019 في نسخته الثانية.